فمن سجلني يمكن الضرب انا وانت. انا بعد فيها حيل والله قمت تخوف زكم وتعبان قمت لا اثق فيك. تعال يا بخيت يا هلا وغلا. تحسبني خليتك اخر واحد نسيان ولا؟ والله ليتك نسيتني بعد الاسئله اللي سمعتها. عبد الرحمن واضح اني داخل في شيء مو كبير. بخيت بن حليم هلا يا حبيبي. متهم انك تستغل علاقتك مع عبد الله بن دفنة عبد الرحمن المطيري مسي عليهم بالخير. الله يمسيهم بالخير. علشان تستمر في البرنامج. جميل. واكثر سوالف بخيت بن حليمه في البرنامج لما كنت مع ابن دفنة وعبد الرحمن المطيري. طيب. ابن دفنة عبد الرحمن المطيري. طيب. ليش؟ شوف المكان اللي ما حد يعرفه عبد الله ولد عمي. ونعم. وعلاقتي فيه 18 سنة. يعني قبل شهرة عبد الله. الله يخليكم البعض. وعبد الله بالعكس مخوته ومعرفته الزودني يا عمر. ونعم ما قلت فيه وله جميل على بخيت لكن استمراريا انت ربطت عبد الله بالبرنامج. عبد الله ما كان يعرف اني مقدم على البرنامج الى يوم قبولي النهائي. حلو. عبد الله له جمايل وفضل على بخيت. تباني اقول مثل ما قال حزم بن سعد من ينكرون الجمايل لا يهمونك ردود الافعال منهم لا تغاربها حتى ولو اعطيتهم وحده من عيونك قالوا هذه عينه اللي ما يشوفها. والله انك كفو ما حلق. وعبد الله يستاهل لكن ترى لين بكره وبعده. شوف له جميل وله فضل على وجود بخيت في السوشيال ميديا. هذا من طيبك لكن تقمص لشخصيه عبد الله بن دفنه في البرنامج ذكر عبد الرحمن المطيري مثلا. خليني اعطيك عطني كم عاطفه بجيب عبد الرحمن وعبد الله بجيب عبد الرحمن وعبد الله لين وصلنا يوم 50. ايه؟ هل كنت 50 يوم تضرب على الوتر ذا؟ لا أنا ما قلت لكم من 50 يوم. ما ولا تكلمت في حضورهم إلا قبلها بفترة يمكن قبلها بأسبوع قلت لكم الأسبوع الجاي بيجون الشباب أخوياي. هذا اللي قلته. تحاول تسحب جمهوره. جمهور من؟ عشان يدعمك. جمهور عبد الله عبد الرحمن؟ إيه. والله شوف جمهور الواقع هو للواقع وجمهور السوشيال ميديا للسوشيال ميديا. أنا كفكرة الجمهور اللي يتابعني بيحبني في برنامج واقعي وتلفزيون. أنا بكرة أبني وأكمل بناء وأكمل طريق ثاني السوشيال ميديا غير وبرامج الواقعية غير. حلو. أعطيك التهمة الثانية. أعطني التهمة الثانية. تكون معي جريء فيها. جدا. نجمة السناب. طيب. واسطة ولا شراء؟ واسطة ولا شراء؟ وليش ما تكون إنها مستحقة؟ سؤال. واسطة؟ شوف لا هي واسطة ولا هي. أنا يمكن القصة هذه قلتها قبل. إيه. أنا مشيت في السوشيال ميديا واشتغلت على نفسي تقريبا سنة. وغطيت معارض والناس عرفتني وكذا وقدمت عليها من قبل لا أدخل البرنامج بثلاثة شهور. حلو. عرفت؟ وزادني يوم اني دخلت البرنامج تم إرسال إيميل ثاني أني موجود على قنوات ام بي سي في برنامج زد رصيدك إلى آخر. فهذا بعد أضاف للسي في اللي معايا. طيب مستعد؟ فأنا أشوفها مستحقة كاملة. هل أنت مستعد أو تملك الجرأة أنك تصور مشتركيني في السناب شات؟ مشتركيني؟ إيه؟ شوف اللي مش واثق من نفسه واللي يشك في نفسه كل فترة بيصور مشاهداته واشتراكاته. أنت ما قد صورت. لحظة أنا واثق من نفسي. مرة واحدة ما تضر. تبى تشوفها؟ على خشم. أنا ما أبغى أشوف. ها؟ أبغى الناس تشوفها. حاضر يا أطلع من البرنامج أول شيء أسويه الاشتراكات. المشتركين. ولا الاشتراكات المشتركين ولا المشاهدات اللي تبي. أخذه وعد. ها؟ ولا إن شاء الله. وعد. أقول واثق الخطوة يمشي ملكا. يعني ما جاء فيها واصل. ابدا متاكد مليون بالمئة. معلومات اللي عندي اخذ والله واحد. المعلومات اللي عندك هاي مش دقيقه لكن اقول لك اعلم ان هذه شركه والواسطه ما تدخل فيها. شافك مستحق غير مستحق غير هذا كله. حسبتك انت في الامارات غير وحسبتك انت في السعوديه غير للكثافه السكانيه. فهمت الوضع؟ اي واضح. يعني مثلا اذا مثال اذا يعطونك على اشتراكات 200 الف في السعوديه تتوثق في الإمارات يعطونا 100 ألف لأن سكان الإمارات 3 مليون ولا 2 مليون والسعودية 30 مليون. طيب عاد تعطيني رقم. شوفوا اشتراكاتي. اشتراكاتي؟ اشتراكاتي فوق 150 ألف. اللي بتصورها هنا بعد البرنامج؟ ما أدري الحين أكيد إنها زادت. إن زادت خير على خير. الحمد لله. لكن بعد البرنامج. إيه. الآن أنت تقول 150. إيه. وبتصورها بعد البرنامج. بعد البرنامج إن شاء الله نقول 300 ألف. والله يسر لك يوفقك. سووا لنا منشن. لا لا بعد الأسئلة هذه أنهي علاقتي معك. شكرا لك يا بخيت وأتمنى أن بخيت يفي بوعده.
على خشم. لو تباني الحين أصورها الحين أطلب التلفون. لا 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 تصورها الحين. هو بعد البرنامج. أشكرك على هذه الفقرة الجميلة. العفو. يا حبيبي. محبت. شكرا لك. أنا اسميك عمر معيان ولازم هذا يأخذونا في فقرة. أنا اسمي عمر بن السيد. لا نعم. معيان ولا بخاخ. والله ونعم مرضوك. شكرا لك. شكرا. الدوسري الدوسري. أنا طالبك. الدوسري. باقي وقت. الدوسري.